كل سنة وحضرتك طيبين. وحضرتك طيب. بقول لحضرتك أنا عايزة أشتكي لك بنتي. أنا اتكسرت عليهم بقالي 20 سنة، أبوهم سابهم ومشي، ولدين وبنت. الولدين اتجوزوا وخلفوا، مفيش عيل فيهم غلط فيا. هي بتغلط فيا، هي أنا هي مدرسة أصلا، علمتها بقت مدرسة. وشقيت عليهم وربيتهم وعلمتهم. بتغلط فيكي ليه؟ بتغلط فيا، أي حاجة قدام الناس تكسفني تشتمني تغلط فيا. هي متجوزة؟ لا والله أنسة، عندها 27 سنة. وبتغلط فيا بتشتمني، أنا بتكسف قدام الناس، ما بتحرجني بتشتمني. ما بتجيش بعد كده تندم وتعتذر لك وتبوس لا. إيدك وتقول لك أنا آسفة؟ لا والله يا بنتي ما بتقولش والله. بتغلط ليه بقى؟ يعني مثلا احكي لي موقف اي كده. حوار كان نتكلم مع بعض تغلط فيا وصوتها عالي وتشتمني قدام الناس؟ اه والله. دي مجنونه ولا عاقله؟ لا عاقله طبعا، اصل اللي بيعمل كده المجانين. عاقله عاقله يعني عندها عقلها، ما تكشفي ايوه، عليها. وصوتها عالي، وانا بكتف من صوتي العالي يا بنت ما تعليش صوتك. هي يتيمة ولا مطلقة؟ لا مش مطلقة، ما اتجوزتش قبل كده. باباها توفى؟ لا باباها مش بقاله 20 سنة، سنة عندها 7 سنين، وأنا باباها مش موجود أصلا. طلقك اه ومشي يعني؟ سابني على 18 سنة وبعد كده طلعني غيابي برضه. بس مفيش ولا مرة جت قالت لك أنا آسفة حقك عليا اه وبست ترجع إيه؟ بقى كده ما عملتش أي حاجة. وانت لما بتتكلمي معاها وتقولي لها كده وتعيطي لها او حاجه ما بتحنش؟ لا 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 والله. اديها بال في رجلك. لا لا استني بس، يا ثانيه طب خلينا بس نرد. ثانيه بس انا هقول لها وحضرتك رد بقى. يعني حضرتك رد. ايوه هي تعلي صوتك عليها ليه؟ ما بتقوميش قلع اللي في رجلك وحتفها بيه وتقولها اياك تعلي صوتك عليها قدام الناس برضو؟ ما اقدرش والله يا بنتي ليه ما والله. تقدريش ليه؟ لو عملت كده تقوم تضربني. طب خليها تقوم تمد ايديها عليكي كده والله يا بنتي تقوم، والناس حواليكوا، والله تقوم يا بنتي. هي تكسفك وانت ما تقولهاش تلمي واحترمي نفسك. بتلاشاها قدام الناس عشان ما تحرجنيش. بتلاشاها؟ لا دي مجنونه. لا لو والله مجنونه تتعالج. انا كنت اتمنى من الله تقولي بنتي يا دعاء. انا حضرتك هترد. خليني ارد عليك. ماشي يا حاج. بصي بصي يا فضيله الشيخ، هو احنا متربيين على كده؟ بس احنا متربيين على كده يعني. هو انا مثلا صوتي، انا صوتي عالي، انا صوتي قد كده اساسا، بس انا اقدر ازعق لامي؟ لا ده البصه ما اقدرش يعني. تقولي ما تعليش صوتك وزعلها؟ ما اقدرش. فالام الضعيفه ليه الام تبقى ضعيفه كده؟ اتفضل حضرتك رد. انا عايز دايما لا تاخذنا المشاعر تجاه السؤال عشان نعرف نحط الاجابه الصحيحه. الحقيقه احنا عندي قد يكون هناك مشكله ان البنت ديك عندها مشكله نفسيه، فممكن الاول نبدا نعملها المعامله الطبيعيه ثم المعامله المرضيه. يعني خلي حاجه تفهم كلامي. الاول المعامله الطبيعيه ان الحاجه ممكن تقاطعها، يعني تخصمها يوم او يومين او ثلاثه، وبعدين تزق حد من اخواتها عليها عشان، او حد من الناس يزقها ان تروح تصالح مامتها وتعتذر لمامتها. دي طريقه بنعملها اوليه، لان ممكن يكون البنت مريضه نفسيا بسبب وقع الطلاق على امها من الاول، فممكن يكون عندها مرض نفسي او اكتئاب او ما شابه ذلك من الامور. فخلينا ناخدها بالصوره دي الاول. يعني خلينا نقول لها يا حاجه، الاول لما تعمل فيكي موقف زي كده خصميها فتره يوم اتنين ثلاثه، ما جاتش تصالحك زقي حد من الناس عليها عشان تيجي تصالحك، لما تيجي تصالحك عاتبيها وقولي لها انا كده زعلانه وعبري عن اللي في داخلك. طيب ده ما جابش نتيجه، يبقى احنا كده نفسي، يبقى احنا محتاجين نحجز عند حد من الاطباء النفسيين، انت اللي تروحي الحاجه الكبيره امها تروح تقول للدكتوره او الدكتوره انا عندي بنتي بتعمل كذا 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 كذا، فايه الحل؟ قالت لها هاتيها لي، تاخد البنت وتروح تقدمها لها، لان ده قد يكون مرض نفسي واحنا ما بنبقاش واخدين بالنا منه. طب ولو هو قله ادب؟ قله ادب بقى تعاقب. يعني قلة الأدب تقابل أكيد لها خال، أكيد لها عم، أكيد لها حد يعاقبها. يعني يبقى ليه نوع من أنواع العقاب، إن يشد عليها أو يعاقبها عقابا شديدا في هذا. لأني ما ينفعش أقابل بس يا أستاذ، أنا عارف إن أنت متضايقة، وعارف إن ده كلام، أنا نفسي برضو متضايق وما بطيقش الحاجة زي كده، ومش هقول لك بس ده موقف حصل قدامي في مرة، وأنا كنت أنا اللي هروح في حديد. يعني أنا شفت واحد بس مد إيده على أمه، فتقريبا انا ما قدرتش اتمالك نفسي وانا اللي دخلت انهار عليه بالضرب. طب شفت بقى؟ ايوه ده مشاعر بقى، لاني حاجه ده لقطه انت شفتها، بس هي طبعا عشان بتكلمنا فاحنا عايزين بس نفهمها ايه اللي ممكن تعمله. لو في ليميت،
في حدود. الست بقى ما في عندي الامهات إشكال. الحنيه مش معناها انه ان انا اسيب العيال يتطاولوا عليا او يضربوا او تقول لك هتضربني. طب ما انا هقول لك ده بقى النقطه الثالثه اللي انا عايز اقولها، ان ده ضعف في شخصيه الام نفسها. ما ينفعش يعني الام نفسها شخصيتها ضعيفه، فعايزه حد يعني يدعم هذه الشخصيه او يديها نوع من انواع القوه. اللي احنا بنعمله بقى ان انا بقول لها خليكي قويه، خصميها يومين ثلاثه ما جاتش. الراجلين اللي مخلفاهم الرجاله عندها اولاد ذكور ولدين، يبقى هنا الاخوات لما نخصمهم ونخلي نكلم حد من اخواتنا من اخواتها يعاقبها على كده ويشد عليها ان تيجي تعتذرلك وتبوس على ايدك وراسك. بعد لما يحصل كده لو ما حصلش كده هم اخواتها يعاقبوها من جنس ما تفعل. يعني شوف ايه الطريقه، ما انا مش عارف البيئه اللي هم عايشين فيها برضو قد تكون او قد لا تكون. انا مقدر طبعا شعورك ان ده موقف صعب جدا وان احنا ما ينفعش نقبل هذا، لكن خلينا نحله بطريقه يعني فيها طبعا يعني ما انا عارفه. بس يعني انا شفت قدامي ناس متعلمين وكده، وشفت واحده يعني بتقول لمامتها وانت مش فاهمك، انت تفهمي حاجه المشكله. فكان صدمه عمري قلت لها لو انا يعني قلت لامي بيني وبينها لوحدنا انت فاهمك انت وانت تفهمي بيبقى لا يمكن اقدر اقول كده وانا وهي قاعدين في اوضه لوحدينا، وممكن تقاطعني العمر كله وممكن تقولي اطلعي بره، يعني ما انا ما اعرفش هي عمرها ما هوصل للمرحله دي. فانا متربيه على احترام امي، ده ما اقدرش يعني. فان واحد تتطاول قدام الناس كمان ده اهدى يعني. انا لو انا عملت كده لا، امي وليها الحق انها تقلع اللي في رجلها وتحدفني بيها لو قدام الناس، لانه انا تعديت حدودي وهزقت امي قدام الناس، لا ده انا اخد بيت جزمه على دماغي. شكرا جزيلا فضيله الشيخ، عندنا فاصل قصير وهنكمل حلقتنا بعد الفاصل.